بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم وصلني 13 إنش ماك بوك برو بمعالج أبل الإم 1، وصل إلى السعودية، فحبيت أني أقول لكم تجربتي في طلب الجهاز، لأنه وصلتني أسئلة كثيرة عن أنه كيف طلب الجهاز، هل تنحسب الضريبة والأشياء هذه، والخطأ اللي أنا وقعت فيه واللي مخليني الحين أفكر أني أستغني عن الجهاز أو أني أبيعه. فاللي حاب أنه يمكن يحصل على هذا الجهاز يمكن يتابع معنا إلى النهاية، عساس يعرف الغلط اللي أنا غلطته، وعساس أنه ما يتكرر هذا الغلط لما تجي تطلب الجهاز. فإن شاء الله في هذا الفيديو راح أتكلم بالتفصيل عن كيفية طلب الجهاز والخطوات اللي مشيت فيها لحد ما وصلني اليوم. في البداية أنا طلبت من موقع أبل الأمريكي، السبب أنه ما هو متوفر عندنا في السعودية، والحاجة الثانية أني أنا طلبته بمواصفات خاصة لأني زدت الرامات زي ما راح نشوف بعد شوي. فطلبته بتاريخ 23 ديسمبر، يعني تقريبا قبل أقل من شهر من تاريخ اليوم، وصل في حدود أسبوعين ونص، وصل إلى بريدي في أمريكا بتاريخ 6 يناير. طبعا هذه الخطوة هي أهم خطوة، لأنه في كثير من الأحيان ممكن أبل ترفض الطلب، فكل اللي عليك أنك تحاول مرة ثانية تطلبه في وقت ثاني، أو لو أنهم خصموا المبلغ وبعدين رفضوا الطلب فلا تخاف، خلال أسبوعين راح يرجع المبلغ لحسابك. فلو خصموا المبلغ وبعدين جاك إيميل برفض الطلب لا تقلق، خلال 14 يوم بالكثير راح يرجع المبلغ لحسابك. وفي حاجة مهمة وأنا دائما أطلب عن طريقها، والحمد لله في غالب الأحيان تمشي طلباتي، أني ما أطلب عن طريق الموقع، أطلب عن طريق الأبل ستور. فأدخل على تطبيق الأبل ستور، طبعا لازم يكون عندك حساب أمريكي عشان تحمله، ما هو متوفر في المتجر السعودي. فالآن تجي تنزل تحت، مثلا أنا بشتري جهاز ماك، فمجرد هنا أضغط على ماك، الآن أختار الجهاز، مثلا أبغى ماك بوك برو، راح يعطيني الخيارات المختلفة، يجي بحجم 256 الهارد ديسك أو 512، أنا بختار اللي بحجم 256 الهارد ديسك. الآن نجي للمواصفات الخاصة، فنختار 16 جيجا رام، تقدر تزيد سعة الهارد ديسك، فهذه هي الخيارات اللي راح تظهر لك. لكن أهم حاجة أنك أنت تختار الكيبورد العربي، وهذه لأن نسيت أسويها، فبالتالي وصلني الجهاز بكيبورد إنجليش فقط. طبعا بعد ما تختار المواصفات تضغط على Add to Bag، فالآن راح ينضاف عندك في السلة. الآن تضغط على باك تحت. الحاجة المهمة اللي دائما أنا أنصح فيها أنك أنت تجي تراجع هنا طلباتك، تتأكد أنك أنت طلبت الأشياء اللي أنت تبغاها، وبعدين ادفع عن طريق أبل باي. لاحظت أنه دائما أدفع أنا عن طريق أبل باي وتمشي طلباتي. طبعا الحاجة المهمة أنك أنت تدخل على إعدادات أبل باي وتتأكد أنك أنت حاط بريدك الأمريكي في عناوين الشحن. طبعا لو كنت حاط بريد غير الأمريكي أصلا راح يعطيك غلط، لكن تأكد أنك أنت حاط إعدادات الشحن هي موقع بريدك الأمريكي، وتكمل عملية الدفع. فنصيحتي اطلب عن طريق تطبيق أبل ستور وادفع عن طريق أبل باي. الآن نجي لشركة الشحن. أنا أتعامل مع شركة فيش إز فاست، أتعامل معهم من سنوات، هذا ما هو إعلان مدفوع، لكن أنا مرتاح في التعامل معهم. فيهم ميزتين، الميزة الأولى أنك أنت بريدك الأمريكي راح يكون في ولاية ما فيها ضرائب، فلو طلبت أي جهاز مثلا من أبل بألف دولار ما راح يأخذون منك أبل أي مبلغ زيادة، لأن الولاية هذه ما فيها ضرائب. الحاجة الثانية أنه أنت تقدر تحدد أسعار المنتجات اللي أنت تشتريها، وبناء عليها راح يحسبون لك 15% زيادة عليها وقت الشحن، فبناء على أسعار منتجاتك راح يتم إضافة القيمة، إضافة ضريبة القيمة المضافة. فأنا كلفني الشحن 52 دولار، وأيضا التكلفة الإجمالية واصل للسعودية كان 68 دولار. فعشان نحسب كم الجهاز كلفني، الجهاز 1499 نزيد عليها 15% اللي هي الضريبة. اوكي، طبعا تقدر انك تقلل سعر الجهاز، لكن ما انصحك، لانه لو انسرق او ضاع فما راح يعوضونك الا بالمبلغ اللي انت اخترته، ونزيد عليها 68 دولار يطلع المبلغ 1791. فالجهاز كلفني واصل للرياض لو ضربناها ب 3.75 كلفني 6719 لجهاز ماك بوك برو 16 جيجا رام، واللي ما هو متوفر عندنا في السعودية، حتى 8 جيجا الآن ما هي متوفرة عندنا في السعودية. ففي السناب السابقة أنا قلت أنه كلفني 6719، لو أنا جيت اشتريتها من السعودية، في السعودية ما هو متوفر 16 جيجا رام، في 8 جيجا رام سعرها 6300،
صحيح ان الضمان من جرير سنتين والضمان من ابل سنه، لكن ضمان دولي، لو حصل فيه اي مشكله خلال السنه الضمان تقدر توديه الحاسبات العرب ويصلحونه لك. فسعره في جرير وغير متوفر حاليا سعره 6300، انا جبته 16 جيجا رام واصل عندي للسعوديه مع دفع الضريبه كلفني 6700 ريال تقريبا. ففي فرق في السعر لصالح الطلب من امريكا، حتى مع ضريبه القيمه المضافه راح يكون ارخص. طبعا الجهاز وصلني اليوم وكنت متحمس للامانه، يعني كنت متحمس اني اجرب معالجات ابل، لكن يا فرحه ما تمت لما جيت انا فتحت الجهاز حصلت ان الكيبورد انجليزي وما بغيت اني استخدم الجهاز لاني احتاج انا الكيبورد العربي. طبعا اقدر احط عليه الحروف العربيه هذه، لكن انا افضل دائما ان تكون الكيبورد العربيه الاصليه من ابل. فعشان كذا انا فكرت اني اعرض الجهاز هذا للبيع، فاللي مهتم فيه يتابع سنابه الجايه عشان بقول انا بكم ابيعه، مع العلم اني راح اشحنه سواء اي منطقه من مناطق السعوديه راح يكون الشحن مجاني عليه عن طريق الدي اتش ال، او التسليم يد بيد بالرياض. فاللي حاب انه يجي يحصل على الجهاز يتواصل معي هنا على السناب. سعر البيع راح يكون 6300 او حد في 6500، يعني اللي يدفع 6500 راح اعطيه بكره لو كان موجود في الرياض، او راح اشحنه عن طريق الدي اتش ال لاي مدينه من مدن السعوديه. اكرر مواصفات الجهاز هو ماك بوك برو بمعالج ابل، 16 جيجا رام، 256 الهارد ديسك، وبكيبورد انجليزي فقط ما فيها عربي. فاللي حاب انه يضيف عليها الاحرف العربيه يقدر يشتري ستيكرات او انه يستخدم ميزه الحفر. فهذا اللي حبيت اوضحه اليوم، هذه تجربتي في طلب الماك بوك برو بمعالج ابل من موقع ابل الامريكي وشحنه للسعوديه بكل التكاليف. هذا اللي حبيت اوضحه، يعطيكم الف عافيه ونشوفكم ان شاء الله مع فيديو قادم.